والحكم شيرون أتمو بالطبع يتحدث مع أحمد حسن وكل الأمور من خلال إذاعته لهذا الوقت أكيد سيحتسب الوقت المضاف. سنعيش مشاهدينا الكرام هذه اللحظات التي نترقبها، اللحظات العصيبة في عمر المباراة بين الشقيقين المصري والجزائري في هذه الأثناء. نشاهد نتابع لنعيش معا، وبالطبع الكل يشجع، الكل سواء مصري أو جزائري أو عربي هنا في استاد القاهرة مشاهدينا عشاق المستديرة. إذا تلقى الإسعافات بالنسبة لقواوي اللي بالطبع ضيع الوقت يحاول يكسب من خلالها يركح اللعب ويهدي اللعب يقتل اللعب على لاعبين المنتخب المصري، وبالطبع 45 دقيقة تماما أكيد هناك وقت قد ضايع لا يقل على 6 دقائق على الأرجح من قبل حكم المباراة، لا يقل على 6 دقائق. شاهدت الجزائر ورواندا الحكم ضاب 9 دقائق الآن، نعم 6 دقائق كوقت بدل ضايع، 6 دقائق كوقت بدل ضايع ممكن فيها كل شيء، ممكن فيها كل شيء، ممكن نرى معها شو وارد 6 دقائق في وقت بدل ضايع. أضافوا حكم الساحة هو أقل شيء حقيقة أن نقول في بعض الكرات في لاعبي منتخب الجزائر. ايش طلب هناك؟ أحمد عيد عبد الملك عودة من هناك لهاني، هاني سعيد، أحمد عيد يحاول الكرة لأحمد فتحي، أحمد فتحي لبركات إلى أحمد فتحي اللي ينقل الكرة لتمشي مرة ثانية لمتابعة لهاني، هاني ينقلها للوراء عودة مرة ثانية لأحمد فتحي، حولها المحمدي، المحمدي يرفع الكرة عرضية ولكن بوقرة في متابعتها وتعود مرة أخرى الآن سريع يحاول أحمد فتحي ينقلها لي أيضا سيد معوض يحاول يمر سيد معوض ينجح بذلك، يا سلام إلى بركات إلى سيد معوض، كرة خطيرة يحاول سيد معوض ولكن التغطية مرة ثانية سيد معوض وزاد الكرة في الملعب ولكن تتجاوز الخط وتكون بالتماس لصالح المنتخب المصري. إذا المنتخب الجزائري الأعصاب فعلا مشدودة ورمي التماس التنفيذ لياسين بزاز بوقرة مرت دقيقتين ما زالت 4 دقائق عودة من هناك لتصل الكرة الآن عند هاني يحول الكرة مرة ثانية لعبد الظاهر السقا، عبد الظاهر طويلة عماد متعب يتابع بوقرة في التغطية ترجع مرة ثانية وتعود الكرة الآن لمراد مغني وفي فاول لصالح المنتخب الجزائري، نتابع مشاهدينا الكرام اللحظات الصعبة التي نعيشها في هذه المباراة. إذا الفاول تنفذ الكرة لكريم زياني لكن متابع لأحمد فتحي تخلص عودة مرة ثانية سيد معوض أحمد فتحي أحمد حسن كرة مقطوعة ترجع مرة أخرى وزالت المحاولات الآن وفاول لصالح المنتخب المصري، مسك واضح الكرة وتضيع اللعب من غزال، تمشي الكرة مرة ثانية أحمد حسن يحولها سريعة لأحمد عيد عبد الملك، هناك المساحة أحمد عيد يهيئها لعبد الظاهر أو أحمد المحمدي، أحمد يرفع الكرة عرضية والكرة لكن ترجع مرة ثانية مع الارتباك مع الأمور الحقيقة الأوراق تبعترف تماما وتمشي مرة أخرى يحاول يمر ولكن الكرة تعود الآن ولصالح المنتخب الجزائري وبالطبع اللايز مان سلم لي عموما فاول لصالح المنتخب الجزائري مع الدقائق التي تمر مشاهدينا الكرام 3 دقائق مرت من الوقت بدل الضايع والحكم يطالب بنهوض طبعا مراد مغني عموما لحظات مثيرة جدا دقائق قليلة تنتهي وتتضح الرؤية بشكل نهائي عموما بطاقة عربية في المونديال كلها عرب وكلنا عرب وهنا في استاد القاهرة نعيش هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تمشي من هناك إلى أحمد المحمدي في فرصة وأمل يحاول يحيي المنتخب المصري إلى مباراة فاصلة يحاول يسعى لذلك وتمشي الكرة من هناك كرة قصيرة لكن عودة من لموشية في التشتيت عبد الدار السقا وهذه عودة الكرة مرة ثانية
تمشي الاربع دقائق اللي مرت من هذا الشوط من وقت البطل الثنايا، اربع دقائق تماما مرت وتبقى دقيقه ونصف. كره خطيره يمر احمد عيد يرفع الكره عرضيه، يا 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 على هذه الكره خطره وتلعب مره ثانيه والجول. الله كاس العالم يحدثني وكأني به يقول أريد كاس العالم، أريد مصر في كاس العالم. إذ لم يكن هناك عربي فتكون مصر أم الدنيا، أم الدنيا، أم الدنيا، أم الدنيا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا متعب يا متعب. شوف أحمد عيد ولعبة الكورة، يا الله يا الله يا سيد يا سيدي يا سيد. يا متعب اتعبني، يا متعب اتعبني، يا متعب اتعبني، يا متعب اتعبني. يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك يا مصر. الله أكبر بهذه الجماهير الرائعة أمام شقيقهم وأمام حبيبهم المنتخب الجزائري. هي مصر، هي مصر الأفريقية، هي مصر منتخب الساجدين، منتخب الساجدين. هذا هدف واسمعوني منها وأقولها، هو عبور إلى شواسبورغ، إلى شواسبورغ، إلى بلوفنتير، إلى شواسبورغ، إلى القوس القزح، إلى مدن وعواصم القوس القزح في جنوب أفريقيا. ساوث أفريكا، ساوث أفريكا تناديك يا مصر، ساوث أفريكا تناديك يا مصر. افرح يا علاء، افرح يا جمال، افرح يا مصر، افرح يا مصر. تمشي الكرة مرة ثانية سريعة من هناك، تمشي الكرة خطيرة خطيرة. قد يؤكدها، قد يؤكدها، قد يفعلوها. الله 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 يا بركتها. الله 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 على هذه الحلاوة وروعتها، الله على روعتها. هذه اللحظات المثيرة، إنها كرة القدم بجنونها حبيناها، بجنونها حبيناها. وأيضا هذه اللحظات يسكر حكم المباراة، لينتهي اللقاء الأشقاء، لينتهي اللقاء الأشقاء. مصر والجزائر 2-0 2-0 2-0. الله الله، عادت الأمان المصريون.